كالوستيكا لي باريا، يعني اهلا بالصحبه الجيده باليوناني. طبعا يا اصدقائي، بقالي في الايام اللي فاتت بحاول اخلي المؤخره بتاعت السياره تتحول الى بيت صغير هيك، تحس ان انت قاعد في مكان مريح. فمال ادور على دولاب احط فيه الاشياء، دولاب صغير يساع في هذه المنطقة البسيطة اللي عندي في السيارة. فأنا أول حاجة طلعت عند هوبي كرافت، لقيت ألوان جميلة للدواليب وألوان جذابة، ولكن ما لقيتش إن أنا عايزه، يا إما بيكون صغير يا إما طويل. المهم دخلت بعديها على محل اسمه بي أن إم، برضو ما لقيتش اللي أنا عايزه، كان أشكال مش اللي أبحث عنها. وبعدين يا سيدي انطلقت على بي أن كيو، لقيت اللون اللي انا ابغاه والحجم اللي ابغاه، اسف الحجم طبعا، اعتقد هو ده الحجم المناسب يا اصدقائي، اعتقد هشتري ب 12 باوند كمان، يعتبر رخيص يعني. عايزين نشوف طريقة الآن ان احنا نعلق هذا الشيء ها هنا. فانا الآن هطلع بال 3D printer، مش عارف اذا انتوا تعرفوا، انا اشتريت 3D printer من اي باي. هنصمم بالاوتوكاد هوكس هنا بحيث تركب مظبوط. عايزين نعمل حاجة زي هوكس، يعني بيسموه ايه؟ اس هوكس. هو الديزاين الاخير يا اصدقائي، الحته الفراغ هذه هيخش فيها الاستيكر، والحته اللي فوق هيخش فيها الصمغ. طيب ها هو المنتج الاخير، شايفين راكب ازاي؟ يلا نحط البتاع. ركب بالظبط يا اصدقاء. طيب لازم نحول السياره هذه ايه واحده واحده الى بيت صغير. لازم احط سرير، لازم احط نور اضاءه، لازم احط الستاير عشان الواحد يبقى عنده شويه برايفسي، يعني مش عايز كل الناس تتفرج عليه، وهكذا. اذا انتم مشتاقين نحول مع بعض السياره اضرب اللايك يا صديقي. لو حاجه ما تهمكمش ابعت لي مسج من غير شتيمه، ونلتقي في حلقه اخرى. الى اللقاء.